اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم أعزائي الكرام، إخواني وأخواتي. في هذا الفيديو سنتكلم عن الهجرة إلى دولة المجر عبر برنامج العمل الحر أو المقاول، مما يسمى بوايت كارت. قبل أن ندخل في الموضوع كما العادة، يعني شاركوا في القناة، دعوا اللايك، اكتبوا التعليقات، وشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم من هم على تيك توك أو على الفيسبوك أو على إنستغرام، نفس الشيء، ولكن عليكم أن تشاهدوا الفيديو إلى الآخر عبر قناة يوتيوب، لأن هنا فقط يعني تكون تفاصيل صغيرة وملخص لهذا الفيديو. الآن سنبدأ على تبركة الله. كما تعرفون إخواني وأخواتي، دولة المجر أو هنغاريا هي دولة في منطقة شنغن، يعني في أوروبا، وتكون نسبة قبول التأشيرة تقريبا 100%، يعني 99.4%، يعني تقريبا 100% هي من أنجح التأشيرات التي يتم قبولها، وهي من أسهل وأرخص التأشيرات أيضا، لأنها ما زالت تمتلك عملتها الأصلية وهي الفورنت الهنغري، وهي من أرخص العملات في العالم. وهذا يعني أيضا أن مستوى المعيشة أرخص بكثير عن الدول الأوروبية الأخرى. على سبيل المثال، إيجار شقة صغيرة يتراوح بين 200 دولار إلى 500 دولار بطبيعة الحال، ليس في العاصمة، كحد أقصى شهريا. أما بالنسبة للفنادق فالأثمنة تبدأ من 10 دولار في اليوم. إن كان شخص واحد فسينفق حوالي 7700 فورنت منجري، ما يعادل 20 دولارا في الأسبوع، وهنا نتكلم عن المواد الغذائية والنظافة وإلى آخره. ما هو نوع هذه التأشيرة؟ كنا تكلمنا عن هذا الموضوع في السنة الماضية عن هذه التأشيرة، لكن الحكومة المجرية أجرت يعني تعديلات جديدة في هذه السنة 2023 لتسهيل الهجرة عبر تأشيرة العمل الحر إلى دولة المجر. يعني هذه أسهل طريقة للدخول إلى دولة المجر أو هنغاريا، وبالتالي إلى دول أوروبية أخرى. وهو قانون جديد أجرته الحكومة المجرية بتأشيرة عبر العمل الحر أو المقاول، أو ما يسمى بالإنجليزية فليرانسر. وهدف الحكومة هو استقطاب أكبر عدد من المهاجرين لكي تستفيد من ضرائبهم. وعندما تحصلون على هذه التأشيرة تحصلون على وايت كارت، يعني هي تأشيرة تسمى وايت كارت، يعني بطاقة إقامة لسنة، ويتم تجديدها كل سنة. أما بالنسبة لاسم التأشيرة ستسمى ديجيتال نومنز. ما هي امتيازات هذه التأشيرة؟ في هذا البرنامج أنت معفي من إثبات لغوي، يعني لا يطلبون لك أن تثبت لهم بأنك تتكلم المجرية أو الإنجليزية، لا يطلبون لك شهادة دراسية، لا يطلبون لك عقد عمل، فقط عليك أن تثبت لهم بأنك عامل حر بشهادة طبيعة الحال. من يستطيع طلب هذه التأشيرة؟ كما قلنا سابقا، أصحاب الأعمال الحرة أو المقاولين الذاتيين، يعني بدون أي شهادة لغوية أو عقد عمل. كل الدول، كل الناس من أي دولة باستثناء دول الاتحاد الأوروبي. يعني بالنسبة للعرب الذين ما زالوا مقيمون في بلدانهم الأصلية أو في بلدان عربية أخرى، فيستطيعون طلب هذه التأشيرة وأن تكون أعزب. ما هو المبلغ المطلوب في الحساب البنكي؟ من الأهم أشياء في هذه التأشيرة وهو الخطاب التحفيزي، يعني عليك أن تثبت للحكومة المجرية عبر خطاب تحفيزي، وسنتكلم عليه بعد قليل، بأن عملك الحر الذي تقيمه في بلدك الأصلي ستقوم بنفس العمل في المجر. أما للحساب فيكفي أن يكون لك مبلغ ما بين 1500 دولار إلى 2500 دولار،
لكن الحساب عليه أن يكون عليه يتم تحريكه، يعني 3 أشهر أو 6 أشهر، يعني أن تدخل أموال وتخرج أموال. وهذا تكلمنا عن فيديو سابق، للمزيد من المعلومات عليكم أن تروا تلك الفيديو لكيفية يعني تمويل وتحريك الحساب. ماذا أكتب فيه الخطاب التحفيزي؟ الحكومة المجرية في هذا البرنامج تطلب 5 شروط يعني لكي تثبت بأنك عميل حر. تكلمنا بعد الشروط سابقا وسنرجع للتكلم عنها. في هذا الخطاب كشرط أول عليك أن تثبت لهم بأنك تقيم خارج المنطقة الاتحاد الأوروبي أو منطقة شنغن. الشرط الثاني وهو إثبات بأنك عامل حر أو مقاول، وإن كان على عبر الانترنت أو إي كوميرس فسيكون أحسن بكثير، يعني يوتيوبر، تيك توكر، صانع محتوى. بهذه الأعمال ستثبت للحكومات بأنك حتى إذا غادرت دولة المجر فتستطيع أن تتابع عملك الحر عن بعد. أما الأعمال الأخرى فعليك أن تبقى هناك دائما. أما بالنسبة للشرط الثالث فعليك أن تثبت لدولة المجر يعني في هذه التأشيرة التي تعطيك إقامة لمدة سنة، يعني كل 4 أشهر، فلن تغادر دولة المجر لمدة 3 أشهر، يعني 90 يوم ستبقى في المجر. أما الشهر الرابع يعني تستطيع مغادرة دولة المجر إلى بلادك الأصلي أو لدولة من دول الاتحاد الأوروبي. وهنا يعني أتكلم مع أصحاب الأعمال الحرة، عليك أن تكون ذكيا في هذا الوقت. فمثلا إذا استطعت الذهاب إلى إسبانيا أو دولة البرتغال، وأنصحك بإسبانيا، فيعني تحصل على شهادات، مثلا شهادة السكن وشهادة طبية وشهادة أخرى مثلا النقل. وكما تعلمون إسبانيا لها يعني قانون جديد قد أصدر في السنة الماضية، يعني تستطيع أن تطلب إقامة دولة إسبانيا عبر 2 أو 3 سنوات. وهذا يعني إن كنت عاملا حرا في المجر فتمديد السنة الثانية والثالثة فسيكون سهلا عبر العمل الحر، وعند انتهاء 2 أو 3 سنوات تستطيع طلب يعني إقامة في دولة أوروبية كما إسبانيا. أما للشرط الرابع، لا يمكنك أن تعمل في المجر، فقط عمل حر، ولا تستطيع الاستثمار هناك. أما بالنسبة للشرط الخامس ولقد ذكرناه سابقا، يعني عليك أن تثبت بأن لديك دخل شهري أقله يعني أدناه 1500 دولار شهريا بإثبات حساب بنكي. ما هي الوثائق المطلوبة؟ أولا عليك أن تملئ الاستمارة، يعني ستجدون الاستمارة أسفل الفيديو. ثانيا جواز سفر سريع المفعول، يعني أقله سنة وبعض الأشهر، لأن الإقامة ستكون لمدة سنة أولا. ثالثا إثبات حساب بنكي. رابعا حجز فندق أو شقة عن طريقة وهمية. خامسا حجز تذكرة طائرة عن طريقة وهمية أيضا. وأخيرا إثبات عملك الحر. كيفية طلب هذه التأشيرة؟ رابط الاستمارة ستجدونها أسفل الفيديو كما قلت لكم سابقا، لكن عليكم أنصحكم بأن تذهبوا إلى شخص يساعدكم في ملؤها أو تذهبوا إلى وكالة، وبطبيعة الحال لا تنسوا الإمضاء أسفل الاستمارة. كم يستغرق الجواب على طلب هذه التأشيرة؟ وهذا أيضا من امتيازات هذه التأشيرة، يعني فالمدة لا تتجاوز 30 يوما، يعني شهر. إخواني أخواتي، لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، دعوا التعليقات، دعوا اللايك، شاركوا هذا الفيديو، وحظ موفق للجميع.